هنعلم النهاردة تركاية جميلة جدا في شاشات سامسونج، هنعمل مفضلة زي ما انت شايف كده. انا جايب على الاطفال في المفضلة، فجايب لي الاطفال تحت بعضيها وحاطط لي عليها قلب اهو. معنى دي قائمة قنوات مفضلة خاصة بالاطفال. انا لو دوست اوكي كده وجيت اقلب، ايه القمر الصناعي اطفال، بيجيب الاطفال بس. انا عايز اعمل مفضلة تاني، بجيب على التلفزيون، من التلفزيون بختار قائمة قنوات، ومن قائمة قنوات بنتحرك يمين وشمال وفوق وتحت بالأسهم ديت، وأوكي الزرار اللي في النص. احنا هنيجي كده ضغطة يمين، هندوس ضغطة يمين كده، وهننزل تحت عند كلمة تحرير القنوات. ايه لما بننزل عليها بتبقى باللون الابيض زي ما احنا شايفين كده، وبنضغط على زر اوكي. ماشي، احنا كل اللي هنعمله هنيجي على اليمين عند المفضلة، هنختار مفضلة غير اللي موجود عندنا، هنيجي على رقم 4 وهندوس اوكي. تعلم عليها، هتبقى الشاشة عندنا بالمنظر ده. هنروح دايسين دوسة كده، بعد كده ننزل عند إعادة تسمية. عند إعادة تسمية أنا هختار مثلا للقنوات الأجنبي، هضغط أوكي، هيطلع لي لوحة المفاتيح عشان أعمل إعادة تسمية. هنلاحظ هنا كده ان في مفتاح بيبقى عليه حرفين، دوسة واحدة هيديني الحرف اللي فوق، دوستين ورا بعض زي دبل كليك بتاع الماوس كده هيديني الحرف اللي تحت. ماشي، احنا هنعمل دلوقتي قناة للأجنبي. انا عشان اجيب الحرف الالف اللي هو من غير همسة هدوس دوستين ورا بعض. هنمسح بس الأول كلمة مفضلة 4، هنيجي عند علامة الإكزيت دي وندوس عليها دوسات متتالية لغاية لما تتمسح. هنرجع تاني لحرف الألف وهندوس دوستين ورا بعض عشان نجيب الألف اللي هو من غير همزة. تمام، بعد كده نجيب حرف الجيم، حرف الجيم دوسة واحدة، بعد كده حرف النون، بعد كده حرف الباء، وبعد كده يه بطة. هندوس دوسين ورا بعض علشان اليه من تحت، وبكده كتبنا كلمة أجنبي. هنيجي عند كلمة تم وندوس أوكي، وبكده بقى عندنا مفضلة باسم أجنبي لكن لسه معلهاش قنوات. طيب احنا عايزين نحط عليها قنوات، هنعمل ايه؟ هنطلع عند كلمة اضافة قنوات وهنضغط عليها اوكي زي ما احنا شايفين كده. هننزل طبعا عشان نجيب قنوات الاجنبي، ايه قنوات الأجنبي. هنعلم، هندوس بزرار اوكي كده، فبيعلم لنا علامة صح في المربع علشان
نضيف القنوات في القنوات الأجنبي. ماشي، احنا كده خلصنا، اخترنا القنوات اللي احنا عايزينها، هنضغط ضغطة كده هيجيبنا عند كلمة اضافة، هنروح ضاغطين اوكي، ضغطنا اوكي هنخرج بره، بعد ما ضغطنا اوكي هنخرج بره هنشوف قنوات اضافت معانا ولا لا. اهو زي احنا شايفين، الاول ما كانش فيه اجنبي، كان فيه اطفال دينية اخبار، دلوقتي بقى فيه اجنبي. لو جيت عند الدينية وجيت دوست اوكي هجيب لك قنوات الدينية بس. جيت عند اجنبي ودوست اوكي هجيب لك قنوات الاجنبي بس زي ما احنا شايفين. وبكده نكون اتعلمنا، وبكده نكون اتعلمنا تريكاية جميلة جدا في تلفزيون سامسونج، هتريحنا جدا في المشاهدة، وهي عمل باقات مفضلة حسب رغبتنا، وما تحتاجش لحد وحاجة تعملها بايدك، مش لازم تجيب حد فني يعملها لك، كلها حاجات بسيطة. احنا بنتعلم في القناة بتاعتنا ازاي نبرمج اجهزتنا بنفسنا ونعمل لها مفضلة ونقل وترتيب القنوات. ده الهدف من القناة، ان انت تعمل حاجتك بنفسك، ما تجيبش حد يعملها لك، ولا تخلع الرسيفر بتاعك من التلفزيون توديه لحد يعمله لك، اعمل حاجتك بنفسك. ممكن حد ما يكون عنده ما عندوش خبرة كويسة ويبوظ لك الجهاز بتاعك، لا انت تعمل حاجتك بنفسك وبإيدك. لو في حد عنده اي استفسار يكتب لنا في الكومنتات، لو في حد عنده استفسار للفيديو بتاع النهاردة او تعقيب يكتب لنا في الكومنتات واحنا نرد عليه ان شاء الله، ما نتأخرش عن حد في الرد. ولو في نقطة مش واضحة نوضحها له اكتر. دعما منك ليس امرا، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، والفيديو يوصل لعدد اكتر من الناس والكل يستفيد. ومتابعة لو انت على الفيسبوك، اشتراكك على اليوتيوب ولايكاتك الجميلة. والسلام عليكم في فيديو آخر مفيد إن شاء الله.